أن نحقق أهداف الإجماعية التي يتجلى في التحسيس والتنوي والتوعية الصحية وعملا بمنهاج التعاون والتواصل مع الجهات المسؤولة على الصحة من أجل تحسين جودة الخدمات العمومية. نعم، إن الخدمات العمومية تستحق عمل الجميع، وهي كل لأجل المصلحة العامة، والمصلحة العامة يهمها الانخراط الكلي للجميع حتى نحقق جودة يستحقها مواطننا العريشي ومواطننا المغربي بوجه عام. نرفعوا من الخدمات الصحية للعريشي لكل ما كتفرع السادة العريشية، ندافع عليها لأن المدينة كنبغيوها كنحبوها. دونك اللي كيبغي شي حاجة خصو يدافع من أجل إصلاحها وتصليحها وإكرامها شحال من حاجة. لذا أنا الحضور سمحوا لي زعما لأنه الأخ عبد الله فاش هاد الدعوة وفاش اتصل بالجميع كان قلت أنا ما غاديش تكفينا حتى أنا بحال هذا الشاب، قلت ما غاديش ندخل بلاصتنا والله ما غادي. علاش؟ لأنه القضية يوميا كيجي بنادم يغوت في السبيطار كي كنقولوا حنا في العريش كنحيو واجبنا له الحمايه باش تسمع الحيحه ديال المجلس البلدي، تسمعها المجلس الاقليمي، تسمعها المجلس الجهوي، تسمعها المسؤولين اللي ينوضوا ويعطيو يد الله لقطاع الصحه في العريش. انا عجبني الاخ اللي المجلس البلدي اللي كانوا كاع عندنا 8 دوخات وكنديروا كنديروا وين واش كيبان كيبان أنا خصنا يبان، خصنا نعيشنا كمجتمع مدني نقولوا له ودي هادشي اللي درتي فعلا زوين، وين خصنا يبان؟ كيهضر على البعوض، كيهضر على الكلى والضبة، كيهضر ولله عليكم في الصيف، واش ما كاينش واحد ما كيسكتش الناموس؟ طلع المغرب الجديد ياكل من الناموس، هادشي إخواني اش من لا 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 أرجوك أرجوك مجتمع مدني وأحييه وكنعرف فاش كنجتمع ولا في الديار وبعض الإخوان كيعرفوا ليه أننا فاش كنوضوا نحكوا فاش كنوضوا نحتجوا ونغوتوا على القطاع الصحة على أنه الدولة والدولة والدولة وين حنا عاونوا منا يا لك راه شوية مننا شوية مني شوية من حنا وشوية من الطبيب ليدي حتى حنا عاونوا نشوفوا شنو حاجة ما عرفناش نسقسيو عليها هذه بطاقة الرمي ما هي ما لها ولا